يعني هذا المرسوم جد مهم بالنسبة لمستقبل مهنة الصيد البحري. أولا يجب أن نذكر أنه هو تنفيذا لتعليمات سيد رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء حتى ننظم هذه المهنة ونعطي لها المكان اللي يلزم من بين المهن في المجتمع في الاقتصاد. تعاونية الصيد البحري سوف يمكن المهنيين من أولا سمح لهم بتنظيم مهنتهم، ثاني حاجة بتثمين نشاط القطاع، وكذلك المساهمة في تقريب أحسن وإعطاء فرصة أحسن للطلب المواطن لهذا النوع من الأسماك، وذلك من خلال إنشائهم ووضعهم في الميدان بإذن الله. الآن احنا انطلقنا في عملية إنشائهم حوالي راي عندنا 500 تعاونية، دوكي اصدر المرسوم نقدروا نديروا لهم العقود تاعهم على مستوى الموثقين باش ينطلقوا ويبداو يشتغلوا بصفة رسمية، والتعاونية سوف يكون لها أثر إيجابي جدا سواء على نشاط الصيد البحري وتربية المائيات لأنه حاجة جديدة بالنسبة للقطاع، وكذلك حتى على تحسين الإنتاج إن شاء الله.